السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا ردوا على ذي الناس من محرز العادي وجوحة بلادي غير عادي. لو في الإسطبلات كاين ما عندناش قنوات حنايا. احنا كنا نقولوا يا ربي وين تخرجوا لنا قنوات رياضيه، يعطونا اخبار رياضيه، يعطونا تحاليل. احنا عندنا، احنا كنا نلعبوا، احنا عندنا كانوا ناس يطيحوا لافريك يعرفوا كره قدم، يعطونا الاضافه، يعطونا. بصح في الاخير من حلوا القنوات هذو صناهم استبلات، ماشي قنوات، صنا استبلات. وين محرز ردوا لنا احسن لعاب في الانجليز، دونك هذا كيفاش ما نقولولهمش بلي قنوات تاع استبل. احسن لعاب في الانجليز ردوه عادي، احسن لعاب للناس معترفين به ردوه لك عادي. وين عاده ما يكون غير العادي للعين، فعندما يقول بعدين ردوا على اللي خيط البالون وعلى اللي قال لهم بكل روح رياضيه صلاح احسن من محرز، ويعطيه دب دب دب. صلاح احسن من محرز. شنو كيفاش غوارديولا وين ان من يتكلم غوارديولا على محرز يمتلك، وين قال لهم يمتلك عينان خلف راسه، فان الذين يرون محرز اللعاب العادي اظنهم لا يملكون عين اصلا، ما عندهمش العينين كاع. وقالها خلاها كلمه ترحم عليه جور كيف، قال لهم روحوا ديروا النواظر، روحوا ديروا النواظر قال لهم. وعندما يتوقف صاحب وين اللي طور تيكي تاكا ومصمم المتعه في المستطيل الاخضر بيب غوارديولا عن لعاب العادي رياض محرز، يقول انه احسن صفقه في البريمي ليج، فذلك إما غوارديولا ما يعرفش الفوتبال، إما التقنيين تاوعنا أصحاب الإسطبلات يعرفوا البال. وين شناو كيفاش قالوا مانشستر غلطت في كلكو جوار، غلطت في كلكو جوار، ويجيب لنا الأمثلة. زلاطان في أو دي زلاطان، أنت زلاطان تهدر على زلاطان، يهدر على يايا توري، يهدر على ايطو، يهدر الجميلي ساند محرز ولا يعايره هو. هذا صاحب هذا اصحاب الاسطبلات. غوارديولا الذي لم يتشرف بالجلوس على احد الكراسي تاع اسطبل جوحة والاربعون لس، لا يبدو انه يعي ما يقول، زعما بالك مش عارف شنو يقول. والا ما حدث عن اللعاب العادي بهذا الشكل، فموهبه محرز حسب جوحه واتباعه من جلاس البلاطو الاسطبل تحتاج الى الصبع الكف والركله على الوجه. محرز هو كم من مره اختير ضمن التشكيله المثالية أحسن ممرر في الدور الأول تاع الكوب دوروب، وين لم ما بغاوش يعترفوا به. حنا على بالك حنا نتكلموا كيما هكا، محرز ما يحبوش يعترفوا به ولا محرز اللي يعرفه، على بالك شكون اللي يعرفه. محرز أرسون فانغار كيهدر عليه قال لهم يهرس لادفيرسير من الداخل. هو على غينيا رانا نقولوا بلي يا ودي ما تحكموش كيما البارح محمد شيخي دار لهم هاك. غينيا مضاريه تفوز علينا، تما غادي نخليهم يفوزوا علينا، نخليهم يربحونا. هي غادي نقول لهم انتوا واش رابحين اربعه، حنا ايا انتوما تفوزوا، انتوما ربحونا. باغي كيما هاك على بالك، غينيا مضاريه تفوز علينا، دايرين معاهم عقود يفوزوا فيه علينا، دايرين معاهم عقود زعما كيما نلقاوهم يفوزوا علينا. ثاني غادي تدوه كف كيما نهار نهار اللي لعبنا مع كينيا ربحنا كينيا. هذا بالشيخ شا قال لهم؟ قال لهم السنغال غادي تعطي الجزائر كف،
عشات الجزائر كومبلي وشمال افريقيا والعرب كاع خابطينو بسبعه توليد لهم كيما هكا. انا جزائريا يا ودي، الجزائري يوقف مع بلاده في وقت الشده. اودي ما تحشوناش هذه تاع انا جزائريه. ولد عباس هذيك مي كانوا يديروا الناشد يلعبها يبكي ويمسح فيها عيونه، هاودي هبركا ما تشكلوا علينا هبركا. وكانوا شنا حنايا اللي كان العصابه مي كان قالبه من يديروا قسامه الاستعداد يخبطها تخاف وما بايعينها لفرنسا، هاودي هبركا ما تشكلوا علينا. انا نعرف الوطني يوقف مع بلاده في وقت الشده، علينا انتايا في وقت الشده ما توقفش مع بلادك. انت في الشده جامي شدكم ووقفتوا مع بلادكم. قنوات هذه قناه النهار قناه الهدف كاع قنوات وقال يخدموا فيها كاع ولاد حرام. هيا باش ندخل هضره ونطرطق هيا قاعي ما كاش كاع الراجل فيكم هيا هي وديروا 10 وقرصوا وي ما على باليش كاع بيكم. وين شلنا كيفاش جوحه تاعنا الذي ينام النهار ويخرج علينا في الليل، ولسنا حاله يقول تعالى يا جدي لنتقاصى علينا حكاية القرن الماضي حينما كنا نطيح الأفارقة بالمنطق والغير العادي والتبليل أرضية المعشوشبة اصطناعيا. وقل بعد ذلك ما شئت من الكذب والأوهام على مسامع أجدادنا يعرفوكم ودينا سبحان والله لا يعرفوكم، لأن غوارديولا لا ينتمي إلى مدرسة المدربين بلاطوات. فقد قطع الشك باليقين حينما أصر على انتداب وبقيمة مالية معروفة، فإصراري على جلب بني سوس لم يترك مجال للشك في قيمة اللعاب العادي، ولا بوجود أي اعتراف من الناس اللي كانوا يقول لك أنا باش محرز نشوفه، باش محرز نعترف به لازم يلعب في ايكيب كبيره. راح لمانشستر سيتي قال لك لا غلطوا، قال لك مانشستر سيتي غلطت، قال لك مانشستر سيتي غلطت. وين فاني خرج علينا واحد كان لعب سانك، لعب هو اللي قلع الاخر اكسس. لي زالمو ولا عيطوا له بيكام باور. لي زالمو كي شافوه لهنا جاو غير شويه تنوض حرب عالميه ثالثه على 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 اكسس. هيا اش قال لهم؟ قال لهم انا باش نعترف به نقول لاعب كبير كل ماتش ماركي ثلاثه، لا بغيتو كل ماتش ماركي ويتريبلي. تما بغيتو نتايا كل دوله يجي يقلع من افغانستان يتريبلي ماركي الافغانستان، يزيد العراق يزيد منه يزيد يوصل عندك ماركي عاود يولي ماركي باش تعترف به. توما والله ما تبغوا لا بن ناصر لا ادم الوناس لا بونجاح لا عطال، ما تبغوا تا واحد. انتوما تبغوا اللي يعطيكم الدراهم تكلموا عليه. ها راه فرحات قطع عليكم قطعتوا عليه، يتهلا فيكم قرعه ريحه تعاودوا تهضروا عليه. خطره فرحات غيترينا فرحات يعود عباك بلي هادو اللي يعطيهم الدراهم يلعب دوره رمضانيه. كيما نقولوا حنا دوره رمضانيه، اللي يلعب دوره رمضانيه شا تشوف هادي؟ لقد عاد من بعيد انه اتي انتظروه، راه في الدوره راه في البيراج راه في الحدوره راه في العقبه. تيقول لك اودي تيكبر غير قارعو قارع قارع قارع. حنايا كنا اللاعب كي يوصل 30 عام يلعب في ليكيب ناسيونال يقول لك مستقبل كبير قدامه 30 عام. انا نجيبوها راه وين راه هارا بوداوي 19 عام، ادم الناس على عنده 20، بن ناصر 20. هذو مستوى هذو ما فهمناكمش. حنايا كما قال لهم غوارديولا قال لكم محرز عنده عينين هنا، انتوما انا على حسب ما نشوف ما عندكمش كاع عينين، عمركم لا كسبتوا عينين.
راك حكاية جدي في النهار راقد وفي الليل. أودي جدي مسكين مات شهيد الله يرحمه. أنت راك حكاية كيدوك الشوابيك في النهار راقدين وفي الليل يديرها يديرها يسيب صحابو كاع راقدين. مرتو تعرفو خاطش مرتو تعرفو كابرة معاه سيبها راقدة كيما صار لولادو. أنايا أنا جداكم كنت مين نخبطها بكف لازم. ويا لا هي العكس تاع هي الجزائر.